جايبالك بقى النهارده لحاف كده في منتهى الشياكه، لحاف تحفه وخطير جدا. بصوا الجمال، اللحاف دوت يا جماعه 4 قطع عباره عن 2 خدادية ومعاه كوشن وطبعا اللحاف. بصوا بقى شياكه اللحاف اصلا عامله ازاي، بصي شغل البابل بقى اللي فيه دوت تحفه، شايفين عامل ازاي شغل البابل خطير، واتنين لون في بعض. عايزه اقول لكم كمان ان الخامه بتاعته تقيله جدا، يعني حاجة محترمة قوي قوي قوي. بصي الجمال، بصي الشياكة، شايفين الجمال. بصي عن اللوكو اصلا التدريجة بتاعت الالوان، لا الكوشن بتاعه برضو تحفة، والظهر بتاعه جماعة فرو برضو، يعني الظهر بتاعه فرو، الشكل بتاعه تحفة، كل الوانه كمان خطيرة، هوريكي كل الوانه كمان دلوقتي. بصي ده اللون الاولاني اللي هو كان معروض، شايفة عامل ازاي تحفة. ده بقى اللون الكشمير في الابيض خطير برضو وحلو قوي. اللون النبيتي في ابيض برضو حلو قوي قوي، شايفين الجمال يا جماعه والذوق. اللون بقى البترولي انا بحب قوي اللون دوت في الابيض برضو حلو جدا. بص الجمال، الجنزاري بقى في الابيض برضو خطير تحفه ما شاء الله، كل الوانه حلوه، كل الوانه جميله جدا، شايفه الجمال. واللون الموف بقى خطير برضو، اللون الموف ده موف في ابيض برضو، بصوا عامل ازاي. واللون برضو بقى البيج او اللون الكافيه في الابيض ده بقى جري غامق، جري غامق، في منه جري فاتح وفي منه جري غامق، ده الجري الفاتح اهو، اللي قبليه بقى الغامق، شايفه الجمال تحفه. عايزه اقول لك ان سعره كمان حلو جدا، سعر اللحاف دوت عامل كام؟ 1850 جنيه.